لكن في بدايتنا مع مقالي ومقاله. حق النقد ونقد الحق. اليومين اللي فاتوا طبعا بمجرد إعلان الأهلي عن تغييرات في الجهاز الفني، إنهاء التعاقد مع ريني فايلر، التعاقد مع بيتشو موسيماني، أصوات نقدية كتيرة عليت، وده وضع طبيعي، ده وضع طبيعي، حق النقد مكفول للجميع. لكن ما هو غريبة فعلا يا باشمهندس، تجربة لم تبدأ، المدرب لم يصل بعد، ومع هذا ناس بتكتب، واحد يقول لك ده قرار خاطئ 100%. القرار الخاطئ يثبت صحته من عدمه مع تنفيذه. محدش عايز يتعلم. ريني فايلر ده نفسه يا باشمهندس، افكرك لما الاهلي اعلن عن ريني فايلر الصيف اللي فات، كل اصوات النقد الجارح اشتغلت. سنه صغير، تمخض الجبل، ما اعرفش راحوا فين وجم منين. ودلوقتي بعد ما النتائج ظهرت والراجل شغله بان قبل كورونا، في ناس اعتذرت وناس كبرت. لكن هو فعلا منطق؟ هل في تجربه بتقيم قبل ما تبدا؟ هل في عمل يمكن الحكم عليه قبل ما يبدا؟ دي مش مساله غريبه؟ غريبه. عشان كده انا بقول لك، اما قلت الاحترافيه وضبط المصطلحات، ما تيجي نشوف القرار، في فرق بين القرار ونتائج القرار. انت بتاخد بالاسباب في القرار، انت تاخذ بالاسباب بعد دراسه وبتاخد قرارك. الايام بتثبت انت كنت صح ولا كنت انحرفت عن الصواب قد ايه، ودي ليها اسباب اخرى. يعني انت ممكن تبقى اخذت القرار الصح لكن ما حصلتش على النتائج المرجوه. صحيح. مش لاسباب تخص القرار نفسه. النهارده انت ريني فايلر المدرب اللي لسه مجدد من شهر، اللي خد اجازه طول فتره كورونا، كان موجود، واول ما ابتدى الطيران، لا الطيران، وهيرجع النشاط الرياضي، ها سافر، خد 10 15 يوم، يمكن خد مده طويله اجازه، مده طويله، والناس كانت بتشتغل هنا، ورجع تشعر ان امرا غريبا مختلفا قد حدث. طيب انت دلوقتي اثير من اسبوع او 10 ايام، رينيه مش عايز يقعد، رينيه عايز يمشي. احدي لك الكلمه بس والنبي يا استاذ ابراهيم، يعني انا بس عايز اوصلك ان الناس اللي بتقول القرار غلط بتاع موسيماني، ما هو دي ده لب المناقشه. ايوه. طيب انت عايز تاخد قرار، الراجل ده مشي، طيب احسن قرار تاخده من غير ما يهز الفرقه، قدامك هتجيب مدرب مصري يا تجيب مدرب اجنبي. المدرب الاجنبي سبق له العمل في مصر او يعرف الكثير عن الفريق، او اجنبي بس سي في عالي جدا وقوي جدا ويصنف انه يعني تصنيف دولي. طيب انت حطيت معايير، احسن قرار احترافي تاخده في الوقت ده انك تجيب مدرب له درايه بافريقيا، مدرب عارف كل الفرق الافريقيه، مدرب عنده سي في فيه انجازات، مدرب دماغه صاحيه بتجارب كثيره. طيب هنيجي لحيثيات الاختيار، بس خلينا في القرار الاول. اقول لك القرار، ما هو القرار بناء على حيثيات يا استاذ ابراهيم. انت بتاخد قرار من غير ما تحط معايير، فلما تحط كل هذه المعايير توصلك ان الراجل ده هل يعرف كل فرق افريقيا؟ يعرف عنك كل صغيره وكبيره؟ ايوه. طيب ايوه تمام.